بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وجي جزء من الحديث لدي السفر الإمام الطبراني في معجمه رقم الحديث 862. الإمام الطبراني السفغد الحديث يوم الإسلام يحكاد إناد يسد يون برغاز غير النبي صلى الله عليه وسلم استقساف سين استقسين أم زوارو أنوك حمل ربي والسين ذاشو الخذمة يحمل ربي. الحقيقة سين مسلينا كينا سين استقسينا كينا حوايجتني ياك. كلنا في حاجة إلى معرفة معايير التفاضل في هذه الحياة. كلنا في حاجة إلى معرفة ميزان القرب من الله سبحانه وتعالى. استقسات ورقازاكي استقسى النبي صلى الله عليه وسلم إن يسنوك حمل ربي يا طاس من أحب الناس إلى الله. استقسي والسين إن ياس ذا الشوث الخذمة يحمل ربي يا طاس أحب الأعمال إلى الله. الناس نحن ناس أنت عيشي دي الدونيث المثل غير الدونيث تفدين الغشي ألما يقدر ربي سبحانه أتفوك لكل بداية النهاية نكوني كل يوم دين غساء البداية إزرام المديلول لساعة تاريخ الميلاد ولكن تاريخ الوفاة الله أعلم. من مات فقد قامت قيامته. كل آت قريب ولكل أجل كتاب. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموثق في الصربية في خلقه كامل ولكن دغمي دوني ثاقي كيف كيف أدياس والسيس ولا ذنتساف ما تكفو الدونيث إخي نادى ربي سبحانه ذي سورة البقرة في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رب غادي قرا حزفث خممث إواسان قالوا ذياتو غالمكن مثلا يعني بلا استثناء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أين زرع ومذن ذي الدونيث أثي غلث ذي لخرث. مدام الأجل معلوم دين يكفى شغل ولكن هؤلاء الناس كلنا مبتلون. أنا عديك ذي الامتحانات لكن من لا أنا عديك ذي الاختبارات ذي الامتحانات يرنا ما كنت حصان ربي يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء متى شاء لا متى نشاء كيف ما شاء لا كيف ما نشاء. هي قواعد ذهبية تعلمنا كيف نتعامل مع الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. لذلك يثمثن الناس في أناس يقول لك قضية الصلاة بات بروبلام نصلي مليح نصوم صيام الزكاة مي كي يدخل في العلاقة مع الناس يا لطيف أول معاملة كارثة أسيس شيرو هذه خدمة انفستيسمون استثمار
هذه يخدم ديس قضيه في العقار ديال الفونسي والزرمه شويه ديال الفونسي اذنت العلاقات مشكله مشاكل لا حد لها فتن ممكن الانسان يفتن لذلك يسهل بنادم هذه قيمه ديال الزال ديال الزوم بعيدا عن الناس ولكن لابد ان يلقاني لي جميع نتعايش ربي في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دي قرا حرزت كلفي ليسا حدود مراعاة الحدود حدود الشريعة لذلك الشريعة ضبطت حركة الإنسان في الحياة الشريعة ضابطة للعلاقات وتفضل في الشرع في القرآن في السنة لات آيات أحاديث العبادات تظل في رمضان لا شهور الحج ولكن لات نصوص النظام كثيرة ذي أمور المعاملات ذي التجارة ذي التوثيق ذي العلاقات ذي الجوار ذي الرهينة ذي المشاريع الاستثمارية في كذا قلت الآيات كثيرة أطول آية في القرآن في المعاملات في صميم المعاملات أطول آية هي الآية 282 من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية طويلة تحتل صفحة كاملة الصفحة اليسرى من المصحف الشريف لا يشتيل اسم قرف مليح تضرب في الديون في التوثيق تضرب في التجارة في الرهينة في الشهادة الإشهاد أتصل تمثال دي المعاملات فقدي الآية 282 وغادر الفيرة تفضل الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا الحياة الاجتماعية الأسرية ثم غار ثيسليث زواج شغلنا كل شيء دخل الآية 21 من سورة النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الآية 21 من سورة الروم إن من ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إلى آخره كل شيء دخل الآية 18 من سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إغردني غكا العلاقات صعبة وعريف ولكن لها العقل ذي المعقول يا اخي قرن سمحتي الشيخ محمد الحسين ثمرت تبديلي مولان ثمرت تبديلي مولان ولكن السؤال هذه الارض كيف تنتقل من ناس الى ناس عن طريق قواعد من هذه القواعد قواعد الهبات للدوناسيون من هذه القواعد قواعد الوصايا تستمر من هذه القواعد الحبوس الأوقاف من هذه القواعد البيع والشراء البيع والشراء زيك زنوزون تفركيوين سواوال زيك زنوزون تفركيوين ذاك سواوال بالكلمة ثورة يلا تفغض ألف قضية كاينة مية ألف قضية كاينة خمسمية ألف قضية كاينة في الفونسي البيع والشراء أي غر؟ أين الإشكال؟ يرنا ثوري قلا كل شيء ثورة العقود نوتير كواغاض لا باباراس يا حصرة لسينياتور كل شيء لا الكواغض اللام لي بروبلام اللام ذي زيك عموما مدينة زيك ماشي ملائكة ولكن تسكن سازالي ووال الفلاني يزن استفرك غير الفلاني يكفى ووال هذه روحة تيكروز تيخدم عادي يعني ولاش الكاغضة شور ساد الكواغض نسوي ساد الكواغض ولاش الكاس الكاداستر ولاش ليفري فونسي ولاش لاكت ولاش بوسيسيون ولاش والو سوا والو هذا امر موجود لذلك ولكن في وراء ذي تولى ذي يقريحا السواطاس خطر اوال مدينة قبيلة اوال يسعى مازال الا ذي شرع
ربي نادي سورة قاف الآية 18 السطر الثاني الصفحة اليمنى، إناد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنير دوال دوال يا أخي قرص قبالي ثرقاز نغام ذاني توطف سجيرس أو كثير مثال إنزرى أغرد نغاو الناس العلاقات ماشي ليلي سهلا ولكن ذا سهلا ما إلا يا أخي قرص قبالي ثيليسا بوال أم ثليسا بشال أشال يسعى ثيليسا أول يسعى ثلاس ميلة قدرة ثلاس اسمه سنت ربي تلك حدود الله الحدود ما قدرة ثلاسة العلاقة ديال الناس أذعيشان يتعاونون ينسجمون يتعارفون وبعدين ربي ناد في سورة الحجرات الآية 13 لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أرجز جنك سقسا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس نس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يكفى ووال قرنة الدزفرز أنوك حمل ربي يطاس وين إنفع نوية ضطاس هذا وقوم السماس قبيلة عرضي كلمة عرضي لفظة أمازيغية متميزة جداً قريب ما عندهاش مثيل في جميع لغات العالم أعرضي ينبوال هثني الذي الحديثي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس هذه الفعوية لأن الأحاديث النظام حديث الإمام الطبراني رقم الحديث في المعجم 862 ولكن لأن أحاديث متفق عليها خرجها الإمام البخاري ومسلم وغيرهما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبعد أن يفرجنا في جماس هذه فرج ربي في اللاس وإن رأي الصر لجماس في الصر ربي ما ردينا جماس والتماس 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 إلى آخره المدينة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الحديث واضنا دا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وين ريعون ثجالت وين ريعون الليل اسمه وجيل إلى آخره أم مجاهد في سبيل الله وفي رواية كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر أم لك إتظل الفذا القيام الليل غمينا إتصوزوا من الفذا حديث وآيات ربي مدينا مثلا في سورة الحج الآية 77 إِنَّ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الآية ما قبل الأخيرة خط الآية 78 هي آخر آية في سورة الحج الآية ما قبل الأخيرة 77 ربّدي قرخذ مثل الخير وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لماذا لم يحدد نوعاً معيناً من الخير لحكمة أرادها لأن كل إنسان كل شخص مسخر لما خلق له كل ميسر لما خلق له تنتشر همم الناس في فضاءات الخير المختلفة هناك من تنشط همته في مساعدة الفقراء والباقي وآخرون في مساعدة المرضى وآخرون في غسل الأموات وآخرون في دفن الأموات وآخرون في التدريس والتعليم وفي الإصلاح بين الناس وآخرون في بناء المساجد وآخرون في بناء دور الأيتام المهم الإنسان ما يبقاش هك ويريح وينتظر الموت هي الكارثة الكبرى ماري قيمي ولكن كذا قيمة ما ندير ولو ناس روحي أكيد جي الموت تلقاني جاهز أخدم ربي راه يقول في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل ندثي ولها ربي لو قال لها ربي سبحانه وذعوني هليلا وذي مغفال وذي وجال وذي وجيلا
وذي موضان وذي الجوامع وذي معمرين ويخدم الخير ويفرو ثلوفة الله يعين. المهم ربي سميس الخير الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وآيات أخرى تأمرنا بالتسارع وبالتسابق كما في سورة البقرة الآية 148، فاستبقوا الخيرات. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أثنى مسفهم ذقول هذا الحديث هاكي إنك أفضل من ينادي خدم القيام ذي الجامع النبوي ذي خدم الاعتكاف. وصلاة ابن عباس واقعة يخدم الاعتكاف في المسجد النبوي، وبعدين وليون يحزن تكسوه سحابة حزن. إن اسمى بك يا أخي الإسلام، يا أخي الإسلام شكيوغن يحكي اسم ثام ضرور ثيس، حكى له المشكلة نتاعو، قالوا هيا بينا أروح نعاونك واش نقدر. كي وصلوا لعتبة المسجد باش يخرجوا، هذاك سقسى ابن عباس قالوا أنا سيتما أنت فيه يا ابن عباس ما تصدن دث الليل أقلك معتكف وإلا قرأت فغض سي الجامع إلا لمسوغ شرعي. إن يسمى نسيت ما أنا فيه ولكنني سمعت صاحب هذا القبر مشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لقيت عدد الروايات، إن يسمى تصدن دث الليل أقلك معتكف ولا قرأت فغض سي الجامع سي وما السعيد ضرورة. إن يسور تسوغارا ذا شو أندليغ ولكن سليغي وفوزكا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن يسب اللي وين ريدون ذي عيوني كماس ذي عيوني كماس خير ما يزور ذي الجامعة كذا وكذا. طبعا ذا قيد أقصد النوافل، الأمر لا ينصرف إلى المكتوبات أو إلى المفروضات ولكن ينصرف إلى إلى نوافل الصلوات أو نوافل الأخرى. وفي مجال الإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، الأحاديث تترى في هذا الباب، كل حديث يدعم الآخر ويشرح الآخر. يلا ثورة الجزء الثاني، وأحب الأعمال إلى الله ذا شو الخدمك حمل ربي سبحانه سرور تدخله على مسلم. كي تفرح خوك ولا اختك يا سعدك، كيما تفرحهم ربي يفرحك، هاي النتيجة. أكنس فرحض إمذانا أكس فرح ربي إلى آخر الحديث. نكوني أوها ربي أنا ميعقل ذات مثلا أنا معاوني وضمن ربي رمضان يفوق كل شيء يفوق إن شاء الله يقول كان سوى العمل الصالح وقد يموثنا في اللسنية فور ربي إموظنا في نشفور ربي نكون غير من ربي لصلاحنا قدا غفاف. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.